على ملعب مراكش بالمغرب، كانت المباراة أشبه باستعراض للعضلات التي ظهرت عن طريق كيفية استرجاع المنتخب البوركينابي للكرة غصباً وإسقاط لاعبي المنتخب الوطني أرضاً في كل التحام. الموسم في بدايته، وأي إصابة خطيرة قد تفقدنا لاعبين نحن بحاجة إليهم. رفقاء النجم رياض محرز اكتفوا بالتعادل أمام بوركينا فاسو بأداء التخوف من الإصابات ليس إلا، فالخصم لم يشكل خطورة إلا بعد استخدامه للخشونة والتدخل على بن سبعيني خير دليل. منتخب كان سيقدم البطاقة الحمراء فداء للحفاظ على نتيجة التعادل هو ما جعل المنتخب الوطني يتراجع أداؤه. خسرنا عطال يقولون، فلا نريد خسارة لاعبين أكثر. تعادل بطعم تفادي الأضرار بعد مجزرة بوركينا، وحفاظ على سلسلة لا هزيمة ب29 مباراة.